وحان كجننا ومساجد وحا ختامك الله سمينا وقرانك وحا سعودنا ومسابقاتي يترتنك قرانك مركا رنتي ومالين حسيد مدن سود وهذا حفلة دينا إن شاء الله أما ختام كان بان بالله بينا أولا إلهي سبحانه وتعالى ينكو حمدنينا الله هل كان إنه جمعيي أنكو ما أنت صوما مسابقة القرآن كختم كذا هل كان أسوى حاضرني إلهي سبحانه وتعالى ما هاد قدن بانو علينا وحان ما هاد بانو علينا لينة التحكيم وبرنامج كان أيام أنا هذا نتاعنا عروتنا يكلا ساران سعد لنا كحكمان ما هذا وين بنو علينا وحن هذا كلو علينا حضور كدمان بو تتك سوا حاضري والدين تا أرتيتا معلمين تا انت وما هذا بنو علينا وحن هذا بنو علينا علماء لنا دعاء أو برنامج هناك وقصه فرعمي حق ولنا معلمين وها شي عبد الله هو يهي لما انتظم حالنا هاي سود وهذا ختام كسود وهذا سابقة كسود وهذا مسلم نقيم كسود وهذا ما هذا هو يبان علينا وحانو هذا كانوا علينا ضيوف تصاحى ضيرتي لما انتظرنا وحانو علينا ما هذا بانو علينا وحان ما هذا قالوا علينا ورالك انا اذن برا خير الله سيهم او انت يا حفلة دان سعوتي برمامج كان الاوذي مالنا عن نوغا مقنان هين يهو انا لك ربتاقنا ما انتنا حاضر اسقنا ما هذا بانو علينا وحان هذا علينا رئيس كمسجد ابن قيم وهذا نلجوه كلمة قال انتونا رئيس كان وحان علينا ما هذا مع جود جيسا وحالنا يوم سنتي جهد كان فراها بدن او قبح حسين مسايك نظافة فراها بدن رنتي ومسجد ان الهباب من هذا القيم بدن وكان رئيسك هذه هي جماعة الأدب وما سنتي وحن هذا علينا خطيبك إمامك مسجد ابن القيم جزاه الله خيرا الشيخ حسين عبد الله وبرنامج نسجنا دبر كودكتي جهد بدن كبحيين ما هذا علينا وحن هذا علينا كيمن كجامعة المستقبل الشيخ حسن عبد سنة ما هذا بانو علينا وجامعة كسعظة وحن ما هذا علينا مدير كمدرسة خديجة رعاية نرقى وقامي كميشة اسماعيل علي للجميع حالنا السود والا حفلة كسود والا ختام كسود والا مسابقة كسود والا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن شاء الله وحرمنا وقتي وقاوان وبهاش أي تأخرتين عن بلادنا حفلة إن شاء الله وحنكو بالله بدون قرانك وحاو خير بدون وحنكو بالله بنا وقرانك وحنو إلى أرض يقول إلى هذا عبد الناصر آدم عبد عبد النافع آدم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين
تعالى أبركيه من لبدي سؤال المسلمين تنفع عليه سبحانه وتعالى كديه مر لغات يا مر سدحات يا مر أفراد وحان ما هذا علم جمعية القرآن والرئيس هذا الشيخ حسين خليل سبب إيتاج جهد بودي يددال كودي أي مران قوم هذا لا سبحانه وتعالى جميع ذا بركيه أعضاء الرئيس لا سبحانه وتعالى بركيه وحان ما أذكر علينا معلمين تا أرضي ذا سيان أصوح بري إلى سبحانه وتعالى كان بركيه إن شاء الله وحرمنا بالله من الكلمة الضيوفة أما قبل ماذا وحرم المركة إلى الصواب القابية قف كسا أفر دقيقان إن شاء الله هو وقال له وحرم هذا نوئيره إمام كمسجد خضير كمسجد شيخ حسين عبد الله جمعيتنا كمدة وحرم تفضل مشكورا ومأجورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي بمهدس كله سبحانه وتعالى اللي هي نعمي كيسا قرر يخص ونو نعمي الله يا مهدس كله نعمويين كجده النجوسية وحكمة الإيمان كإسلام مذا يعقيدة الصن كركنا ماركتي إن الإسلام مذي عرف كجده واقعنا حبناها كعمل فلينه يوحى نعم وإلهي ونسيه وأرجع يمقلك ينفسك يماركتي نعمويين كيس كلام لسه كوبين ورزق كيس كمدي هاي الله سام هذا سكالة مر هراء يمر دم بيبا يمر كستابة انت كسوكو وحامارتي شرف بدن مكان كان انكو سوغن هاي ومسجد الهي يحلقا شرف بدن يمناصب بدن يوقت كان شرف بدن او سكالي هاي حفلة دا ترتن كقرآن كريم كي تاكو سو وحنا سود ويني دمان مقتدن مسجد كقصوان كلدوان ومارتي ويني هاي وقامناي مدنها مقالة اللغة صودورة آدم برا دعالي ومركز تابا مارتي يمادو حفلة نوكلة ومركز تابا لغة عركو حلفة ده الدين تي يعلم ده قرب كوض سود ويني لنا وحنا سود ويني نعلم ده شرف تبضان وحن يجهد جن قرآن كان لقينا ومرة هذا كمدي هاي يوحى سو صار معلمين تنو هاي مرة هذا أيا جو كمانين الدون فأبو سو صار ينسو دوينينا وحنا الإله كبرينا ونو إله كأقبله ونجا أقبله تمام سو دوينا لنا علم هذا وهو جامنا شيء عبد الله بولو فالدين تا ينسو دوينينا جمعية القرآن الكريم ينصر بيننا أو مركز ثابة ماركتي مناسبة قوقبته مسجد ابن قيم أيتها تيكو بيلتبنات لما ضدك أسكسوا ودقيم قالي رجي دمر نوي ينير يا خيار تنهضى عن شيئني كسو دوادة مسجد ابن قيم وديه إيسا يا حفلة ما تلقوا قبلها يكسو دوادة قرآن الكريم كي شرفت بضن ألو سودوالو إلهينا وحام كبرينا سبحانه وتعالى أن مارتي نقاق بلوه عمل كان أمان توتاقنا هاي شقدنا حتى نقجرنا يو بشر رمضان بحصون كيدهم إلهي نقاق بلوه بشر إنا ينور رمان أنه قدن بقانا ندافن يعني إلهي كبرينا نكستان أردت أسا كود ذالو عرب كيسا هاي إلاليو قلب كيسا هاي إلاليو حبني إسا إلاليو مركة مرلبات يمسد حاد مقتدى سنسو دويني أنا شغادة محمد خير الله السيوب هذا محرنا الكريم نانسين الشيخ أنا شيخ عبد الله بثمان وأنا أفر دقيقة إن شاء الله بسم الله الحمد لله
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كما دير وقت جاب ويجي سنة ويجاب ذي بالدعاء. أدي ربنا سبحانه وتعالى ما هديسه وحنكودي كنا معه. لكن صدح وقال صدح بعلم الإسلام تعليهم صدح مارت النعمة أيان الكودي كريم وبن آدم كؤوسن أوسن مارت غير عتيم من وحلوس كجاري من الشبرين دول صدح الله يرعى وعرفه خلفا وحاول نعمة الإيجاد نعمة الهداية نعمة دخول الجنة من آدم كان أرقى إنسان الله هاي سيد سنة أنا أرقى إنسان يقول رحلا هو هاي سيد هذا يقول رحلا هي كرامين تن من آدم رب مساوي جسد فواحد كنت أنا لقالك نعمة كلا ونعمة الهداية سؤال إنه عنوني إسلام كان هو دورك أين نعمة لو واحد تين كرامها نعمة دخول الجنة أينا عمل حتى أبوهم كجلها يمشي كما نور كسبنا صلى الله عليه وسلم مثل هذا والشكرين أبوهم والبرب هم هذه يمنع لما ينكره فليمتسل ويجتنب أنا رب سبحانه وتعالى وحو أمري وهو قانسمه وحو كره بين أرشوه وإن تاس موضوع عمانتا هم تي علماء يبطوا ويكهلين أولا وحاول يكتاف القرآن كتاف القرآن هل سيو ولا كتاب كرابينتيس هنا اليوم كي يابي ذات القرآن كما أنت أنكو امتحاني مساوغة اللوسو بي القرآن كساوغة رنهي وقت ويلك داي دعية عفوا ويلك داي وحان عصاني إنه نو والبي الله الله بارك نو والبي الله ربي ويلك بركة كاسا عصاني مدى كلا هو كلا أصحاب كسان هلو دعوه أوراق حديان وحان كده لي ويقع عصية ويقع النصيحة لما يهو ضدك قرآن كأنساء ورمين قرآن كأحد بالسين ضدك أصوى حيقع عصية انت عن اسكول جيني إلا قرآن كمعيسة برنا مدبا هلكا هلكا مدبا ذلك الوسو داري القرآن كالحديثي سفي عنو أغرين هيان قرآن يعني مدى أن قدرنا قرآن كمعنيه تفسير كأنو رمينا الحديثين سيدا قرآن كاللفتي سأيو حديثين مركز القرآن كي أطام نغون هيا مركز الرجوه ونكسن يهي والرجحان يهي ذلك إني علماء نغلان إني دعاء نغلان مثل هذا أيضا نصيحة إيقاته وأنا الشيء أنا لقم بارموه مثل هذا أنكو بارموه مثل هذا كالي وحاوهي إن بدن قلبك بهاش أبني إذا إن يقل شيء كتاب القرآن كها دبعا ضد بلنبا مارتي يعني هاي علمها هاي فربرتو أمورتا عن سكي العالمي قرآن كأن وينيين قرآن كسؤال لأوين هاي لأوين سؤال أكرم بسنه أكرم بسنه وحكا سخي مجره قرآن كقلب جانا ظاهر كان يا قلب جانا سلا أيضا قرآن كأكون نغل سؤال قلب جانا أويه قرآن كان قلب جانا أكون نغل مثلا نوال بقلبها جلي مثلا نوال بقلبها جلي قرآن كدتك يا قانا دتك سرعي مرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه dadka marka macallimiintu ah soo daareeyo ee quraanka dadka soo barayo hadiiska isku haleeyo iyo hadiis fara badan oo waqti ay naga gaari karin sida aadamo u waayayni yaa rizqigan u waayayni rizqigu iyo mowtu waa sida qoran yihiin rabbi aan rumayno kitaabka aan rumayno kitaabka aan raacno kitaabka aan weynayno rabbi waxaan ka baryaan idinka ma ku anfa sheekhana khair al-asiyo ana siyo sheekh aadam ahmed oo masaa'il kale iskiisa hawshan ugu wal xaroo soo dhaweeyey waxaanay ka fadal mashkuur oo maaduura soo dhawe bismillah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى من هذا الإسكالة أول وأخيرا إلهي سبحانه وتعالى نو قدري وما أنت مساجد مساجد إلهي كمدة بيت البيوت الله سوكا كيني أنك إيو ضيوفت شرفت له أو كوكا يهي ولكن إن بيجينا غارسة تاون أخونا آدم برد دعالي يعني أنت كلا ولا صعته أو دولتك صعته يعني علماء إن شرفت له دعاء مقالدان حاكر كنت آدي آد شرف لهم شود وينينا معلمين تي قرادي ضدك صوصاري جيل كان قراده ومعلمهن مجال النوريي جد كان قف على قفي صامرة وحن قياسة قفي قلب جيس النولي هاي لبدي معلم ولا صدع في إنه استعجاي هدو قاري وتنا دري هدا فرناي كنت عادي عاد ما نبغى صديه وحن ما بقى هشوا قارسة نشموا مكاد قرآن كلا أخنا يا كنت عاد أدي الله فصد فينا المشان صامر له حلو ده مارتي وان عجلتك اللي تجري مارتي عرفت عروت عرفت مارتي وحنا عروتي إني عروت جارسة الصومالي شديه مش رجع دتك سو تربية أو صو برا القرآن كاس إلهي سبحانه وتعالى خبر كيو فنتي القرآن كفضل جيسة يو مارتي قيمه سو حلا كوبي كرمها من تعلم القرآن وعلمه كوقف القرآن كقطقمه من إلى إلى إله إلا ويني وحاوى كمده ننك قرآن كبرتوح ذي وكل قول ويني شرف التاسع يوفر كلمة وحنسين دنا الداعية شيخ إسماعيل علي وتعريفهم بهنين ومدير مدرسة خديجة ونائب جمعية الرعاية وهي تشيمن مسجد السنة. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي كنت ما أنتم مالمها مهم كأو جارس أي كمتهي ورن مالما بضن ومهم أو آد إي آد سيدي كنت أجعل لهي واجرا لكن مالمها مالمها كتكورا أي كمتهي ما أنت نعمانا نعمة وين نويتهي إلهي أنه دائمية طبعا روحي وناك سميه إني لو ما هد علي ويستاهله وحن جعلان لها إن نركو ركوب اللابو المعلمين تا المها وحصو بري قديقة جمعية القرآن قديقة مسجد نقيم فضلين تا كل قد أي فضليين برامج كاس إنه سي سعوده دور يتوان سنو كمها سنتهين مسجد نقيم لكن حقا حنك قبنا السؤال بانك قبنا يا ابن القيم كذي واحد لو قصر ما قالوا يا بدن ته تادي بانك واحد هذي دونا بعشرة سبحان فينا الله يدني لو ورجيو هدي له ده نحو كم قبنا لكن تمر لفه كجتة وكم هالسنتين دلقات كاس يو أليق جن فرح بدن وانا أحسن ما قالوا برتن كذي كوي على مسجد ومسجد هجامية ومساجدة جزاكم الله خير أجر الله ينكسيه waxaan runtii aan ilmaamay inaan u mahadceliyo culimada iyo dadka kulli arintaas ay murugta ku hayso inay diinta kor u kacdo waxaan kaloo ilmaamaynin inaan u mahadcelino walaalkeena aadan bare qeyr Allah siiyo meeshaana nin baa fadhiyo oo wari ina arkin waana sheekh waana MCA Hassan Hassan computer Hassan ha Azhari Azhari ha Nani marka waan ninka arga culimada ee noogu jiro MCA yada
موقف مدام إنه سوق جري دوارين كله لكن كل إله وأم هذا علينا زاكم الله خير أنا وحن ربا وإن أنا كنت داره شعارك ماشي ياله وخيركم من تعلم القرآن وعلمه روح يكون خير بدن وروح القرآن كبرتي هذا نذكى سيبر مككو ذكى برتين وخير بدين المهن هذا يرير القرآن كنوع برتين خير ونكسن بيسميين والدك دلينا خير ونكسن بلق المي خير كاس الله وكرديو الله وبركاته كو معلمين تا أرنتاس حلك سقاري أيضا دولة يوم مبادئ يوم ميزانية يوم وزير نقالة يوم هي أجرين رجع يجينا خير بدن بتكس وانتهين خير كاس الله ينفهسيه وحوا خير بدنهين وخير بدنتين إن لهي وزير معها إنبي معها ملحوين معها وإلهي سبحانه وتعالى مركب خير بدنتهين خير كهاس كذالنا دين تأمنها بريسان إلهي درادي أبرا إلهي دراد أبرا وحبها السجينة لقالة إن هشام وحبها السجينة إن الإنكال مايو وحبها السجينة مارتي إن مقع عديالتان وحبها السجينة إن الدوم حكي هشام خير وحاك وفلا إن عروتي القرآن برتا ونبنا هما دكسية بضم على عريان ما لو عكو أقنا الله أنهي سلا يدي أكو أخريا مشار الآن بأن هاي سلا أكو أخريا العقنا لمسي سلا أكو وضع وحن أجمله وغاشها وكفالين الى يبدو كوغي هي وحكل او باهنت هي مال سدا كو ود دينتا سدا انا كو هغاميه خير الله شيخ اسماعيل ومقريسين والشرف منك الروا ما احنا بدا انت منك الروا جنن منك الروا كتاب رب سبحانه وتعالى او خدميه الى يقول انه لذكر لك ولقومك فسوف تسالون محمد القرآن كان شرف كوي هذه القوم كذا وأن سويد دونا وندونا هذا وهو شيء سوى قال ما يسا كلمة العربة ويان سوى قابلنا إن شاء الله وحربا إن كلمة هي شيخ حسن عبد وعلي وجيم من كدامة المستقبل فمجر نرديد أنه حريو شيخ مركة حلينا له سهلا ومرحبا بك الله صلى قابلنا يسا وقت عنيس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لما أنضت كما شاء سوء مال المسلمين ته عرم الله أنبيه إني آدم بر دعاء أرضى والدين ته طمان وسلامتين إلهي سبحانه وتعالى أيها كشكرين أن أمرتي إسكويمات كان بركيسان ماشان أسوي معناه وقت كان بركيسان رمضان مساجدك إلهي أنا أقوم عند غنى سبحانه وتعالى إلهي كسف وحنا ما عند غنى كذلك ذكر أرن كسف شقي سك استوى وصف شقيان ذكر حفلة سؤال بابولك ذكر لجنة التحكيم dadkii arantan ka soo shaqeeyay ayaa maatay ya maad kale ee ka soo subhana taala fadhi una fadhi wa fadhi aad u baraka badan nabi wuxuu ilaahay (alayhi salaatu wa salaam) ma jalasa qawmun majlisan yadhkuruna allaha fihi illa hafathum almalaa'ika wa ghashiyatuhum arrahma wa nazalat alayhim sakina wa dhakarahum allahu fi man indah nabi wuxuu ilaahay (alayhi salaatu wa salaam) dad haday meel isugu imaadaan ayagoo ilaahay xusaayaan waxay raan baa ku xusaan quraanka iyo waxa kale oo ma arko macnaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu dhawaado nooc uu rabo ahaadeen quraankana ugu fadli badan waxa ilaahay loogu xuso dadka ayaga malaa'igta ayaa harareen buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaah baa mahadsan awalan oo aakhiran nagu kulmiyey masaajidka ibnul qayyim annagoo u dabaal degayno tartankii qur'aanka iyo weynayntii kitaabkii ilaahay rabbi baa mahadsan waxaan jeclahay kelimada koowaad inaan uga faa'iidaysto
in aan u mahadnaqo sidii horeyba loogu mahadnaqay dhammaan xuduurka nagala soo qayb galay xafladan aan ku maamuusayno dadkii qur-aankii ilaahay xambaarsanaa. Runtii ma aha xafladaha kale la mid ma aha, waa xaflad aad iyo aad uga qiimo badan, waa xaflad aan filayna nin waliba inta uu meesha fadhiyo in uu Rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisa ajir ku leeyahay. Marka waxaan leeyahay, dibtum wa taaba mamshaakum wa tabawa'tum min aljannati manzilan insha allah. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa mudanaha laga soo doorto magaalada Garissa oo noo ah marti sharaf xafladan aan maanta u fadhino. Run ahaantii tan iyo intii aan soo wadnayna qayb weyn ka ahaa geedi socodka jamciyadda, waxaan leenahay wixii wanaagoo aad samaysay Rabbi subxaanahu wa tacaala ha yeelo fii miisaani xasanaatik, wixii kheyroo aad ku dooniyo ay janno ugu weyn tahayna ilaahay goynaa ha ku siiyo, wixii shar oo aad ka cabsanayo iyo naar ugu weyn tahayna Rabbi ha kaaga badbaadiyo. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa. Kolle aniga warkayda uu soo koobnaanayaa, waxaa la sheegay inaan ahay ra'iis jamciyatul qur'aan alkariim, laakiin inay nasiib darre ahayd iyo inay nasiib wanaag ahayd ma garanayo. Jamciyadda waxaa la sameeyaa doorasho sanad kasta markay musaabaqada dhammaato, laakiin aniga nasiibkayda wuxuu noqday labadii sano aniga ra'iiska aan ka ahaa in ay noqoto labadii sano corona lagu jiray. Marka laakiin alxamdulillah safartii hore noomay qabsoomin tartankii, laakiin maanta ilaah baan ugu mahadinaynaa waka aan u fadhino tartankii aan soo wadnay. Jamciyadda sida laidiin sheegay magaceeda waxa weeyaan jamciyatul qur'aan alkariim bimuqaadacati Garissa ama Garissa County Quranic Organization, magaceeda saa ayaa la dhahaa. Waxaa la aasaasay 2010 ayaa la aasaasay. Hadda qaangaarkii baa wax yar oga dhiman oo waxay maraysaa 11 sano, marka wax yar baa noo dhiman waa qaarig mar dhow inay qaangaarto ayaa la rajaynayaa. Weliba markay qaangaartana waxaan samayni doonaa xaflad qaangaarkeeda lagu dabaaldegayo hadduu Ilaahay nabad naga dhigo. Ulajeedadii loo aasaasay waxay ahayd in laga qayb qaato qur-aanka kariimka ah kor u qaadidiisa, qur-aanka kariimka ah in la jeclaysiiyo dhallinyarada noo soo kaceysa oo muslimiinta ah, dugsiyadeennii in lagu abuuro ruuxu tanaafus wax la dhaho inay tartamaan. Markii musaabaqada la qabanayo waxaa dhacayaa ardaydana inay tartamaan, macallimiintii dugsiyada joogayna inay tartamaan, waalidiintii carruurta dhalayna inay tartamaan. Waxaana xaqiiqa ah sida horteeda halkan looga sheegay, maalmaha musaabaqada halka ay ka socoto waalidkii halka imaado cunugaada meel kale u qaadbu hilmaami, waa xaqiiqa jirta. Marka saddexda ayaa ka dhashay ulajeedadii lalahaana taa ayay ahayd in waalidiintii ay ku tartamaan carruurtoodii qur-aanka inay bartaan. Maxaa ilaahay adi hebel oo deriskaadii ahaa markii cunugiisa intuu halkaa fadhiisto qur-aankii uu akhriyo, waanu baa in badan waad walbahaari, in badan waad la xawsani, kadibna tilaabadaad qaadi waxa weeyaan tilaabadii isaga uu qaaday inaad uga dayato. Dugsiyadii baa tartamayaan haddii la dhahay, macallimiintii dugsiyada jooga nin waliba in uu muxuga intuu xirto dadaal meesha u dambeeyey bixiya ayaa ka dhalatay. Ardaydii laftarkoodii waa la tartamayaa haddii la dhahay, waxaa dhacday nin waliba inuu dadaal badan sameeyo. Ulajeedadii loo aasaasay jamciyadda taa ayay ahayd. Waxaana leeyahay alxamdulillah aad iyo aad ayaa loogu guuleystay tan iyo markii ay bilaabatay jamciyatul qur'aan. Howlaheedan isbeddel badan oo dhinaca qur'aanka ah ayaa ka jira magaaladan Garis. Korukac fara weynna waa laga dareemayaa, korukac weynna waa laga dareemayaa. Waxaa yeelay dugsiyada inta badan waxaa dhici jirtay kuba casarkii la akhristay ilmaha in loo diri jiray, laakiin kumaan kun oo arday ah oo shaqo kale loo dirin oo inay qur-aan xifdiyaan keli loo diro ayaa soo baxday. Marka taa iyadana waalidkii waan uga mahadnaqaynaa. Jamciyadda dadaalka ugu weyn ay sameyso waxa weeyaan in ay qalqaaliso musaabaqada qur-aanka kariimka ah, waxaana guul weyn ah in ay 11 sano oo isku xigta
أي أسورة قشة بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن أي قبطهم مسابقة أيضا مركا ألكا واحد كدرمي هيسا إن أي كر أسعته إن أي هكسن هيسو ملفي عن وضف عنا إن أي وهيسو مركا وحن لنا هاي قوشي أقو وينيضون سمينا وحاويان كو يتبان سنة أو اسكو حكتا إن ترتكا قرآن كأوسم باقلين سنة كهدا أنصور دافني أو كورونا نقابا جيه كريئا ما هنا وحن ربا إنان تلمامو عقبوينكا أما dibaatooyinka horyaala jamciyada cidii ugu badneed oo tan iyo markii aan bilaawnay na soo garabtaagneedna khair allah siyo ilaahay xifdiyo oo walaalkeena mudane aadan barre ducale aadi aad baan uga mahadnaqayna marka ciqabada ugu weyn waa ta tamwiilkeedina waa halka taqriban sanadkan miisaaniyada aan isticmaalay oo aan ku isticmaalay musabaqadani waxay gaaraysaa taqriban 1,400,000 1,400,000 ayaan ku isticmaalay 300 waxaan ka qaadnay dadkii acdaada ahaa 150 waxay ka imaatay dadkii mushaarikiinta ahaa 1,000,000 waxa ku bixiyay mudane aadan barre ducale khair allah siya ninka ha loo duceeyo asaga ayaa ku bixiyay marka waxaan dhigi karnaa jumlatan asaga ayaa kafaala qaaday maanta miisaaniyada ku baxday musabaqada aan maanta u fadhino waa taa waxaan warkaydi ku soo gabagabeynayaa muslimiinta codkeeda maqli iyo inta horteeda fadhiyo dhammaan waxa halkan lagu hayo waa diinta ilaahay waxa halkan lagu hayo waa quraankii waxaadna ogaataa diinta ayada kuuma baahnee adaa u baahan qofka bini'aadanka ah dabeecad ahaan waxaa ku abuuran meeshii guul ay ka jirtana inuu ka muuqto jecel yahay meesha guul darro ay ka jirtana inuu ka cararo ayuu jecel yahay waxaa hubaal ah oo ballan ilaahay ah kitaabka quraanka iyo diinta way guuleysanay adigoo ku jirto iyo adigoon ku jirinbo mar haddii guusha ballanqaad ilaahay ay tahay cid waliba waxaa dan u ah inay ka dhex muuqato in ay ka dhex muuqato asaga ayay sharaf u tahay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay